كيف تلاقي أسعار الشقة بلبنان؟ نار غالي كثير. صعب الشاب خاصة إذا كان عم ببلش بحياته جديد إنه يقدر يشتري شقة. معاشات عم بتكون كتير متدنية نسبة للغلاء العقارات اللي عم بتصير. امتلاك منزل في لبنان بالنسبة لعدد كبير من ذوي الدخل المحدود حلم يصعب تحقيقه في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق، وعلى الرغم من طفرة القروض السكنية التي تتسابق في تقديمها المصارف اللبنانية. هذا الحلم من الممكن أن يذلل مع ازدياد الحديث عن انخفاض في أسعار الشقق. أسعار الشقق حكماً على نزول. أوكي. هلأ بتأثر بعاملين، في عرض كتير كبير وفي طلب خفيف. طلب خفيف لأنه اللبناني مش قادر بقى يشتري الموجود، وفي لأنه كانوا يشتروا من الخليج وأفريقيا كمان هني إمكانياتهم نزلت بسبب أسعار النفط. نزلت طبعاً بنسب مختلفة طبعاً للمناطق. كتير صعب الواحد يعطي average، ولكن 20% أنا ماني ضده. هلأ إجمالاً الشقق الكتير super luxe أسعارها ما بتنزل. ليه؟ لأنه الناس اللي بيقدروا يشتروها هودي ناس ما بيتأثروا كتير بالأوضاع. أكتر شيء بتنزل بالكاتيجوري الوسط، يعني بالشقات النص. الخبراء الاقتصاديون ينصحون بالاستفادة من انخفاض الأسعار ويدعون إلى التوسع في الضواحي بدلاً من التركيز على التملك في بيروت. الأسعار أكيد بالمناطق برات بيروت بتكون أفضل. يعني أنا بشوف اللبناني اليوم لازم يبلش يروح يشتري شقة بمحيط بيروت. يعني عم نحكي مثلاً من منطقة علي لمنطقة الأنطلياس صعوداً بجبل لبنان. لا شك أن الانفراج السياسي في لبنان وسوريا من شأنهما أن ينعكس ارتياحاً على الاقتصاد اللبناني ومن ضمنه أسعار الشقق، علماً أن البنك الدولي صنف لبنان قبل أيام بالمفلس. دارين دعبوس، قناة الجديد.